مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ تعالوا نتذكر مع بعضنا أين كان بوبي؟ إذن أين هو بوبي؟ جيد، داخل العلبة. وأرنوب؟ خارج. جيد، بوبي داخل العلبة، أرنوب خارج العلبة. إذن أين هو أرنوب؟ خارج. ممتاز، أين هو بوبي؟ داخل. ممتاز. لننتقل الآن إلى شريحة النشاط. تقول التعليمة: أضغط على الخراف الموجودة داخل السياج. هذه هي الخراف، وهذا سياج. أين هي الخراف الموجودة داخل السياج؟ هيا ضعوا إصبعكم على الخراف الموجودة داخل السياج. هل هذه الخراف داخل السياج؟ أين هي؟ خارج السياج. جيد، إذن هذه هي الخراف الموجودة داخل السياج. تعالوا لنرى. أحسنت. 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 جيد، إذن ما هو عدد الخراف الموجودة داخل السياج؟ واحد، اثنان، ثلاثة. لننتقل إلى الشريحة التالية. تقول التعليمة: أضغط على الخراف الموجودة خارج السياج. هيا ضعوا إصبعكم على الخراف الموجودة خارج السياج. أحسنت. خارج السياج. أحسنت. إذن هذه الخراف موجودة خارج السياج. ما هو عدد هذه الخراف؟ واحد، اثنان. أين هي هذه الخراف؟ خارج السياج. جيد، وهذه الخراف أين هي؟ أحسنتم، داخل السياج. والآن سننتقل إلى القصيمة. خذوا المحور الثاني شادي في المدرسة من كتاب عقود الحروف. نفتح القصيمة على النشاط الثامن، داخل خارج. تقول التعليمة: ألصقوا نجمة جنب الأقلام الموجودة داخل العلبة. هل هذه الأقلام هنا هي داخل العلبة؟ أبداً. إذن ضعوا إصبعكم على الأقلام الموجودة داخل العلبة. جيد، ها هي الأقلام الموجودة داخل العلبة. إذن سألصق نجمة جنب الأقلام الموجودة داخل العلبة. لا ألصقها هنا على الأقلام، جنب الأقلام يعني هنا قرب الأقلام الموجودة داخل العلبة. النجمة موجودة في صفحة اللواصق. النشاط الثامن: أنزع النجمة من هنا وألصقها جنب الأقلام الموجودة داخل العلبة. والآن هيا إلى العمل، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء. سنلتقي في الحصة المقبلة.